ينطلق هذا الشوط في بداية هذا الانطلاق وهذا التحدي الجميل. نسير مع المركز الأول بعد بداية الانطلاق في هذا المسار، ونرى السيطرة على المركز الأول من قبل الشاهينية سعيد بن جعفر بن مرخان الكتبي، تتقدم المشاركات وتقود المنطلقات. تاتي الضبية في المركز الثاني، وذياب بن سالم بن دري الفلاحي الذي قدم الضبية على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث مربوشة تاتي في المركز الثالث، وسالم بن محمد بالمر العامري على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع هناك تاتي نمصيحة لسالم بن مبارك بن سالم بن حمد المري على المركز الرابع. وشوف المركز الخامس تقدم على المركز الخامس من الطيارة مطر بن محمد بالضبيعة الكتبي على خامس المراكز. والمركز السادس هذه الشاهينية لعلي بن محمد بن علي بن حاذة الكتبي على سادس المراكز. المركز السابع تتقدم في هذه اللحظات الدرعية وحمود بن غانم بن علي بن حموده الظاهري، وهي في المركز السابع في هذه اللحظات. المركز الثامن أشوف ثامن المراكز وصلت في هذه اللحظات الهدة، ومن هدة بقوة وعلي بن حمد بن عصان المنصوري المركز الثامن، بينما المركز التاسع هناك مشكورة لعمر بن راشد بن محمد بن سبت الخيالي، بينما المركز العاشر وصلت في الضبي وحمد بن سالم محمد بن سالم بن هضعة الشريفي. هذه العشر المراكز الأولى، هذه العشر المراكز الأولى في مسارها وفي أول نداها مع الشوط التاسع في أشواط صباح هذا اليوم، مع الذلل إلى صايل المحليات الذي تنطلق في صباح هذا اليوم حاملة رقص الثمانية كيلومترات ورقص الكبار في هذا المسار وفي هذا التنافس القوي والشيق الذي يحمل ميدان المرموب وعبر شاشة دبي ريسنج سيدة القنوات في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة. نعود إلى مقدمة الشوط ونسير مع المركز الأول، ونرى السيطرة تحت أقدام الشاهينية من البداية وهي تقود مسار هذا الشوط بجدارة وبيدان جميل. سعيد بن جعفر بن مرخان يقدم اللي هي الشاهينية على المركز الأول، بينما تأتي في المركز الثاني وتتحرك الدرعية وحمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري لتحمل هذا الشعار وهذا الأداء الجميل في انطلاقتها على المركز الثاني، بينما المركز الثالث بنلقى فيه مصيحة وسالم بن مبارك بن سالم بن حمد المري يقدم مصيحة على المركز الثالث، بينما المركز الرابع تتقدم هنا الضبية وياتي ذياب بن سالم بن دري الفلاحي الذي يقدم الضبية على المركز الرابع في هذا المسار وفي هذا التحدي الشيق والجميل على المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصل بن حاذة على المركز الخامس مع الشاهينية علي بن محمد بن حاذة الاكتبي على خامس المراكز. المركز السادس تقدمت هنا وصلت الطيارة مطر بن محمد بالضبيعة في سادس المراكز، بينما المركز السابع سابع المراكز وصول من الضبي وحمد بن سالم بن هضعة الشريفي على المركز السابع في هذه اللحظات. المركز الثامن تقدمت مشكورة على المركز الثامن وعمر بن راشد بن سبت الخيالي على ثامن المراكز، أما هناك المركز التاسع وشعار بن عفصان غادم مع الهدى علي بن حمد بن عفصان المنصوري على المركز التاسع وعاشر المراكز، وصول شعار بن محيروم هناك على المركز العاشر الشاهينية عبد الله بن محمد بن محيروم المحرمي. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار للمرة الثانية على التوالي، نداء العشر المراكز الأولى في هذا المسار وفي هذا الشوط الجميل الذي يحمل تحديات هذه الانطلاقة وهذا الصباح الجميل مع رقص الكبار. هذه الأسماء اللي صالت وجالت في فترتها العمرية من تقريبا سن الفطامين والحقائق واللقايا
وصلت إلى سن الإيذاع والثنايا، وأيضا ترعرعت في سن الحول بالإنجازات الكبيرة والجميلة والرائعة لتسجل أسماها بحروف من نور ومن ذهب هنا في ميدان المرموم وفي جميع ميادين الدولة وفي ميادين دول مجلس التعاون لتأتي بالإنجازات حتى تصل إلى هذا السن ويتمسك المضمرون والملاك بأداها وانطلاقتها الجميلة حتى تصل إلى هذا العمر. أكيد سجلت إنجازات رائعة وجميلة. هناك ما شاء الله الأداء جميل والدرعية المسيطرة حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري مسيطرة على مقدمة الشوط وتنطلق بالمركز الأول. الشعار الاقتصادي دائما في عالم الأصالة كذلك يقدم كل ما هو جميل ورائع للقاية، بينما المركز الثاني تأتي في الشاهينية ويأتي سعيد بن جعفر بن مرخان من أحد شبابنا الذين يقدمون كذلك إبداع جميل في عالم التنافس والتحدي في هذه التحديات. المركز الثالث أشوف، يا سلام يا سلام، وصلت الضبية، وصلت الضبية، وصل الذياب، ذياب بن سالم بن دري الفلاحي، شعار هناك صالة وجال وقدم تاريخ قوي مع الشبلة ومع الكثير والكثير من التضمير والإنجازات العديدة والعديد في هذا الشعار وهذه الانطلاقات. أشكرك يا بن دري على هذه المشاركة وهذه التحديات الجميلة. المركز الرابع أشوف، المركز الرابع الضبي تأتي في المركز الرابع ويأتي حمد بن سالم بن هضعة الشريفي كذلك المقدم الضبي، ضبي الميدان في هذا الانطلاق. أما خامس المراكز بنلقى في المركز الخامس مصيحة، تأتي مصيحة ويأتي سالم بن مبارك بن سالم بن حمد المري كذلك مقدم هذه النوعية. الخمس المراكز ما شاء الله تقدمت عن البقية وانطلقت هناك بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل بهذه التحديات الرائعة، ولكن الأمور لا زالت في هدوء. ولكن الثمانية كيلو مترات ما شاء الله تحتاج للتأني وتحتاج للهدوء والمتابعة والمسايرة والتركيز من المضمرين والملاك، يحسبون ما شاء الله الأمتار ليستخدم الطاقة هناك في الأمتار الأخيرة ويحسم الأمور للفوز والناموس. السيطرة لا زالت تحت أقدام الدرعية. هناك الدرعية مسيطرة على مقدمة الشوط بهذا الأداء الجميل، وحمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري الذي قدم الدرعية على المركز الأول، بينما الشاهينية كذلك بأداها الجميل، وسعيد بن جعفر بن مرخان الاكتبي يقدم الشاهينية على ثاني المراكز. الدرعية والشاهينية متقاربات وقريب من بعضهن، يعني دليل على أن الآمال في الفوز والناموس مع مالك الدرعية ومع مالك الشاهينية وكذلك مع ذياب بن سالم بن دري الفلاحي مع الضبية في المركز الثالث، بينما المركز الرابع وأيضا الضبي لحمد بن سالم بن هضعة الشريفي، والمركز الخامس تتواجد فيه مصيحة لسالم بن مبارك بن سالم المري. يا سلام، هذه الخمس المراكز الأولى، يا سلام، وهناك الأسماء وهناك الشعارات أيضا ترقبوا القادمون، وشعار بن عفصان كذلك قادم مع الهدى، علي بن حمد بن عفصان المنصوري على المركز السادس في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، بدأت الأمور، بدأت الأمتار تتقارب من المنصة ومن خط النهاية، وبدأت تحرك والآمال في الفوز والناموس. يا سلام، شوف الكادر العلوي، الشاهينية غيرت، قادت مسار هذا الشوط، استلمت المركز الأول. الشاهينية سعيد بن جعفر بن مرخان الاكتبي قادت مسار هذا الشوط. هناك أيضا تأتي في المركز الثاني الدرعية حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، والمركز الثالث تتقدم فيه الضبية لذياب بن سالم بن دري الفلاحي على المركز الثالث. والمركز الرابع شوف الوصول، وشوف أيضا واصل بن هضعة بن هضعة الشريفي هناك مقدم لنا الضبي حمد بن سالم بن هضعة الشريفي، وواصل بن عفصان كذلك مقدم الهدى وهي من هدى على الفوز وعلى ناموس علي بن حمد بن عفصان
المنصور، يا سلام يا سلام يا سلام، راح الحبسي هناك، راح مع المركز الأول، يا سلام مع الشاهينية. الشاهينية مشاهدي للعزاء انطلقت بالمقدمة، سعيد بن جعفر بن مرخان أعلنت الرقص الجميل، ووصل بن عفصان مع المركز الثاني ومع الهدة، علي بن حمد بن عفصان المنصوري على المركز الثاني والمركز الثالث. شوف ما شاء الله ما شاء الله، مسار الظبي مسار الظبي جميل للغاية. حمد بن سالم بن هضعة الشريفي الشريفي الشريفي، يا سلام آماله في الناموس وفي الانطلاق الجميلة، يا سلام. ولكن الشاهينية الشاهينية مسيطرة على مقدمة الشوط، الشاهينية الشاهينية سعيد بن جعفر بن مرخان، ولكن قادم الظبي قادمة، الظبي حمد بن سالم بن هضعة الشريفي على المركز الثاني والمركز الثالث مع بن عصان، والرابع هناك مع بن دري، والخامس بن حمودة. ولكن يا سلام الشاهينية مسيطرة. هناك يا سلام، يلا يلا يلا، الشاهينية مسيطرة على مقدمة الشوط، سعيد بن جعفر بن مرخان، ولكن الظبي الظبي قادمة، الظبي من جانب اليمين بن هضعه الشريفي، الشريفي حمد بن سالم بن هضعه الشريفي مقدم الظبي، ولكن الشاهينية لا زالت، الشاهينية سعيد بن جعفر بن مرخان يحسم الأمور، خلاص يحسم الفوز مع السلالة. الشاهينية تهانينا تهانينا سعيد بن جعفر بن مرخان على هذا الفوز وعلى هذا الأداء الجميل والرائع، تهانينا على فوز الشاهينية بالمركز الأول. المركز الثاني الظبي لحمد بن سالم بن هضعة الشريفي، وصلت في المركز الثاني، المركز الثالث وصلت فيه الهدى لعلي بن حمد بن عفصان المنصوري، المركز الرابع وصلت فيه الدرعية لحمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، والمركز الخامس وصول المركز الخامس الشاهينية، وصلت في المركز الخامس لعلي بن محمد بن علي بن حاذ الاكتبي، والمركز السادس وصلت في مشاهدينا العزاء الظبية لذياب بن سالم بن دري الفلاحي. هذه المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط. نعود إلى التوقيت الزمني والشاهينية 13 دقيقة وثانيتين وثلاثة أو أربع أجزاء من الثانية. تهانينا سعيد بن جعفر بن مرخان الاكتبي على هذا الفوز المستحق، بينما وصلت في المركز الثاني، المركز الثاني وصلت فيه الظبي لحمد بن سالم بن هضعة الشريفي 13 دقيقة وست ثواني وست أجزاء من الثانية أو خمس ثواني وست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث، المركز الثالث وصلت فيه الهدى، كانت من هدى بقوة علي بن حمد بن عفصان المنصوري. توقيت الزمني 13 دقيقة و6 ثواني و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.